دلوقتي نخش على الأمراض زي ما عملتوا كده نص اليوم في البيت. الأمراض بقى إيه الأمراض اللي عليها التسجيل؟ دول أمراض كتيرة جدا، بس إحنا عاملين لها بنعمل كده خريطة، إحنا مقسمينها مجموعات. يعني مثلا مين اللي يعني بتتفرج في الأول؟ بتتفرج وما بتشتريش أسرة، يقول لك إيه؟ في ديسكوردر أوف كوميونيكيشن أو جنراليزيشن. كلمة كوميونيكيشن يعني سرعة الكل يعني جنراليزيشن صح؟ يعني مثلا السيوزيس ولا ريسك كريتوديرما والبلد مرات كريتوديرما كده. في مشاكل حاجه اسمها موزايكيزم لو حد سمع عنها ولا هاخدها. في حاجه اسمها الافكتيف دي اللي هي ريفير ديسوردر صح؟ في حاجه اسمها الكيلوديرما سندرومز. في حاجه اسمها الافكتيف ديسوردر اوف بلاستيك تيشو. في حاجه اسمها النيوبلاستيك ديسوردر. الكيلوديرما مجموعات من الامراض الجينيه صح؟ هي دي المجموعات بتاعتها 10 مجموعات تقريبا. زي ما قلنا دي المجموعات اللي انا لسه ان شاء الله تباع خلاص. طبعا ده عشان برضه المرتبه الترتيبيه شويه عادي. ده مجموعه الاغراض دي كانت اول مجموعه اسمها ديس اوردر في ايه في الخريطه؟ كورديشن كورديشن او كورديشن يعني استاتر كورديو. دي هو استاتر كورديو ده طبعا دي كانت فوق اللي دي. انا لما اقول كيلاترايزيشن او كورديشن او كورني تعرف ان المشكله الكرياتين والكلام ده كله صح؟ ودي تشمل الامراض زي الاكسيوزس. الاكسيوزس انت لو شفته او سمعت عنه ده بيتميز بايه؟ وجود سكيل صح؟ قشطه حتى على فكره ده قشره السمكه هم حتى بيسموه المرض السمكيه. لو تلاقي الناس كده العامه يقول لك ايه؟ انا عندي مرض السمك او قشره السمك كده يعني. ده المقصود بيه الاكسيوزس ده. وطبعا في حاجه ثانيه اسمها اسرو كيراتوديرما، حاجه اسمها بالمو بلانتر كيراتوديرما. ولو حد قال كيراتوديرما دي كده عباره عن ايه؟ كيراتين كتير برضه. يبقى عيله الامراض دي كلها مشكله مين؟ الكيراتين في الكيراتينيزيشن. وموقع المشكله فين؟ في الاستراتام كورنيوم صح؟ وده انا خدته وفهمته ان الاستراتام كورنيوم ده بيعمل حاجه اسمها سكين بارير. اسمها ايه؟ صح ولا مش صح؟ سكين بارير عشان يحميك من الاورجانيزم والناس اللي بتجي على نص الفوطه وكده. حتى برضه تسمع يقول لك الامراض اللي فيها مشكله في البارير زي الاتوبيك يحصل مشاكل، يحصل اوردر انفكشن. ده الجلد جاف دراي ليه دراي؟ لانه بيفقد الميه بسهوله فهو بيحافظ على الميه فبيفقد. وبناء عليه عشان تفهم الكلام دي كويس لازم تفهم الشابتر والبروسات وحاجه اسمها ايه؟ اللي هو بالقوسين تسليطه ايه؟ كورنيا. بص بقى صحصح معايا. اكتب عليه تحليل مهم جدا. الشابتر 2؟ هو مش شابتر كبير ده وصف في الثلاث ايام. يا دكتوراه بقى وسيع ده في الفيز الثالث. ممكن يقول لك ايه؟ اتكلمنا عن البرد احنا مثلا وقلت الامراض اللي بتطلع من البرد امراض جينيه بقى. ان انا كنت سايبه طبعا او امراض كورنيفيكيشن. قلنا ده في امراض ثانيه بتتكلم زي انا مثلا بششتك هتقول ده مش ده ده اسمعوا كده هكذا وهكذا وهكذا. فانت بقى ايه؟ ده سؤال انجليزي يعني ايه فاكره بدون ما يتكلم. الهدف من الدراسه دي مش ان انا اقعد احفظ وخلاص. الهدف منه ان انا بعد ما اعرفه كل حته فيه لو باظت ها تعمل مرض معين. فدي بتساعدك في فهم كل امراض ايه؟ وبالنسبه لنا احنا في الجينات كل امراض الكوميونيكيشن وبالنسبه لنا احنا تبقى السيوزيس دي اشهر حاجه في العيله مفهوم. فالاول بقى ايه؟ افهمك البارير وده مهم نظريا ومهم يتم الباقي يعني ده يعتبر من البيزك يعني خلاص. احنا قلنا البارير هنستخدم ايه؟ كورنيوم صح؟ وتعالوا نبدا كده واحده واحده وربنا انت وكده. مين فاكر اللي يرجع للجلد؟ كمان ايه اللي يرجع للجلد؟ اللي بتلبس الليزر كده بتلبس قول يا جماعه ما تعرفش قول ما اعرفش طب مش عارف ليزر وبريك وكده وسبايدر وقول يا هايس مستوى الكورنيا جرانيلا سبايدرز بصوا خدنا الجلد بتاع الاثير الابس اللي مش عارف يراجع بدي البسه تاني. خلينا في الابدال بتاعته.
بندرس نفسه معمول خلايا اسمها كيراتينوسايت. اسمها ايه؟ كيراتينوسايت. الكيراتينوسايت دي موجودة على أي كيراتس؟ صحصح معايا كده بص هو مرسوم عشان بس انت هتفهمها ما تفرقش معايا. اللي هي دي في حاجة اسمها بيزمن ممبرين اللي بعد ده الابيديرمس صح؟ وده الديرمس بعد. في حاجة كده كلها كده اسمها بيزل بس اللي هي اللي بقى في الويز صح؟ وبعدين خلايا كده مدورة اسمها بريكل فيها أشواك كده أو سباينس عشان فيها سباينس برضه. يبقى بريكل أو سباينس تكتب بقى يا ومش عارف ايه يبقى بيزل أهو. الثانية اسمها بريكل أو ايه؟ دي أول محاضرة جاية قريب خالص يعني اسمها سباينس. بعدين في طبقة كده بتبقى خلايا سبندل كده وفيها جرانيول مليانة ايه؟ تعرف مسمينها ايه؟ عشان تبقى فيلم. وبعدين تيجي الطبقه اللي فوق خلايا اللي فوق اللي هي استنى الكورنيا او الكورني ليجل او الكلام ده فوق تبقى الطبقات اللي تحت. هو ايه الفكره دي؟ بص يا جماعه صحصحوا معايا الجلسه اللي هي دي بيسموها الستيم ستيم بتاعت ايه؟ بتاعت الابيدرمس. يعني هي اللي بتكون كل ازاي؟ كل ازاي؟ انا عندي واحده بيزل هتنقسم تبقى ايه؟ تبقى كل بيزل وقبل ما تنقسم تعمل حاجه اسمها دي اللي ايه؟ تعمل نسختين دي تاخد نسخه ودي تاخد ايه؟ نسخه. في حاجه كامله؟ لا خالص. بس ركز معايا النسختين دول نعمل بيهم ايه؟ واحده تفضل مكانها عشان ما تخلص عشان ايه؟ الثانية تبدأ رحلة التحول. تحول من بيزل لبريكل ومن بريكل لجرانيولر ومن جرانيولر لستراتوم كورنيا اللي هي القشرة وتقع. وتلاقي عملية تجدد، أنت مش بتسمع عن الجلد بيتجدد؟ يبقى البيزل تتحول إيه؟ سبايس. بريكل أو سبايس. والبريكل أو سبايس تتحول إيه؟ جرانيولر تبقى كورنيا وتقع. والعملية مستمرة طول ما أنت حاجة. طول ما انت صاحي طول ما انت عارف صح كده؟ بس ناخد بالنا من حاجه بالمره بالجيب البيزا لما تنقسم واحده تخليها الثانيه تتقابل. حلو طب سؤال البيزا اللي ناوي تبقى سباينس ناوي تبقى ريجولار ناوي تبقى كورنيا موضوع ايه التغيرات اللي بيحصل فيها؟ قال لك بيحصل فيها كاركترزيشن بتبدا تجيب كراتين من فوق فتلاقي مثلا البيزا لما تلاقي شويه كراتين كده 25 رحت للسباينس بقى بكام؟ 50. رحت للجلاليا بقى بكام؟ 45. رحت للكورنيا تلاقيها غريبة جدا. تتخلص انت من الجلاليا والكورنيا يعني ترمي النيوكلاس بره مش لاقي مكان عايز تبنى يبقى عايز تستفاد اكبر كميه من الكيراتين. تتخلص من النيوكلاس وكل الاورجانيل وتبقى 100% ايه؟ كيراتين. علشان كده يقول لك هي بتبقى حيه ولا بهيمه؟ بهيمه كده. ولا تنقسم ولا تعمل فانكشن تعمل اي حاجه. فبقت ميت حتى الناس لما بتطبق الجلد الميت صح؟ فده المقشر ده يبقى الجارنيين ان ده الطبقات الميته من الجلد البشره اكثر طبقات كنت سيب هي تقع لوحدها. انا بعمل ايه من الليزر للبريكل للجرانيولر بتاع كده؟ عمال ازود كيراتين على حساب الاورجانيل. فالطبقه اللي فوق دي اللي هي اسمها ستراتا كورنيا تبقى طبقه ميته ما فيهاش ان بي اي ولا ايه؟ ولا اورجانيل مليئه بنسبه 100% ايه؟ كيراتين. وهو ده البارير الحقيقي بقى. انت عايز تعمل حاجه بارير هي بصراحه معموله ليه؟ معموله عشان تعمل انسيوليشن للجلد. اللي بيعمل انسيوليشن الفعلي هي الطبقه الخارجيه اللي هي ستراتا دي. وطبعا هي مليئه ما فيش حاجه تاثر فيها يعني. انت فاهم؟ بس البارير بقى اللي انا هذاكره هو الطبقه دي اللي اسمها ايه؟ وبيتكون من خلايا اسمها كورنيوسايت. اسمها ايه؟ كورنيوسايت. ليه سموها كورنيوسايت؟ يعني السايت الخلايا بتاعت الكورن بتاعت الكورن. مفهوم كده؟ زي الليمفوسايت زي الميلانوسايت دي يبقى اسمها ايه؟ خلاص؟ طيب مين يبص على الصوره بقى ويحاول يحس الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ الكلام مكتوب عندك تحت في تحت بيزن الكبرين في طبقه واحده من الخلايا اسمها بيزر بعد كده حاجه اسمها سبايرس صح؟ بعد كده تشوف خلايا جواها جرانيول بقت ايه؟ تطلع فوق تلاقي خلايا كتيره فوق بعض
بس هذه الخلايا ما فيهاش لا نيوترون صح حد خد باله ولا فيها جرانيولر ولا اي حاجه مجرد كيس مليان ايه كيراتين رغم ان النتيجه دي كده بص بقى انا هعمله ايه انا هاخد كل ده واركز في الطبقه ايه كيراتين فوق خالص كل ركز معايا في الطبقه دي الطبقه دي لما كبرت كده ونبص لها بعمق كده هنلاقي المنظر الاتي اكياس متراصصه جنب بعض فوق بعض كده والاكياس دي مليانه ايه؟ كراتين كراتين كده صح؟ طبعا هي مش ليها واحده كذا؟ ليه؟ بارير قوي قول لا بس في فراغات هي صحيح الفراغات دي صغيره في حاجه اسمها انتر سيلولار سبيسز طبعا انتوا عارفين الخلايا بتبقى ماسكه في الابدنس مع بعض في حاجه اسمها محدش يقول خالص الا جمال ايه الحاجه اللي بتربط الخلايا ببعض؟ اسمها ديزموزوم اسمها ايه فاكره؟ ديزموزوم خد خالص اسمها ديزموزوم في حاجه اسمها ديزموزوم رابط الخلايا كده ببعض ماشي بس ستيل في فراغات اسمها انتر سيلولار سبيسز المسافات بين الخلايا المسافات البينيه المسافات انت مش شايفها الشاب بالميكروسكوب الالكتروني كمان بس ستيل ممكن تعدي حاجات صح ولا ايه حاجات زي انت بقى ميكروب فايروس بتاع حاجه ممكن تعدي قال لك لا ده انا اعمل ايه بقى يجي ربنا يعمل ايه يجي ليبت نحط حاله دي برضه يجي في المرات دي يجي ليبت يجي نسبه ده يبنى بيه ايه فراغات الفراغات علشان يبقى سدينا كل حاجه والبرجر ايه او ولا حاجه تخرج ولا حاجه ايه تدخل صح ولا مستعمل السؤال بقى المرضى ده لما تبص له فكر بايه؟ خلينا بالعربي فكر كان في حاجه كده ايه؟ فكرت بالحيطه وهي مبنيه في قوالب فوق بس مش بسيبها كده بنملى الفراغات بين القوالب دي بحاجه اسمها اسمنت او صح ولا صح؟ ولا ايه؟ حاجه معروفه جدا طب سؤال تاني القوالب دي نفسها عباره عن خلايا كراتين بس النقص صح؟ بنسبه كام الكراتين ده؟ 100% صح؟ الكراتين ده بروتين ولا مش بروتين؟ الكراتين ده بروتين طيب وبره بين الخلايا ليبيا صح؟ لان ده حاجه ولا حاجه تاني خالص؟ دي بروتينات دي ايه؟ دهون هم اتفقوا اتفاق بقى طبعا ده نوع من الجزيئات نوع من المركبات مختلفه عن تمام الكيمياء بتاعته والبيهيفير بتاعه صعب هما انتبهوا الكلام قالوا الكلام ده بصراحه هو حاجه واحده بس كاستراكشر وفانكشن بيسموه كده تو كومبارتمنت سيستم يعني هو نظام فيه من ايه؟ في جزئين جزء انترا سيلولار ريبريزنتد باي كيراتين ويتش از بروتين اللي يساوي القوالب بتاعته الطول صح؟ وجزء اكسترا سيلولار او ممكن نسميه انتر سيلولار يعني انتر سيلولار ده الليبيد بارت مش كده يا جماعه موديل تركيبة البارير بتاع عاملين له موديل كده اسمه تو كومبارتمنت موديل يعني تو كومبارتمنت موديل بنتكلم على جزئين جزء كله جزء بارت جزء بروتين جزء ليبيد صح؟ جزء كراتين جزء دهون هناخدها دلوقتي طب انا لو سميته بريك اند مورتر موديل بريك يعني الكوب مورتر يعني مونه الاسمنت مين بقى البريك ومين المورتر؟ هو الكوزن سايت اللي هو البروتين اللي هو الجيلاتين طب والمورتر؟ قال لك برضه ده يشبه حاجه ثانيه يشبه الساتر الساتر بتاع الجيش والشرطه والكوب في حرب كده ايه الساتر ده؟ حد شاف الساتر ده عباره عن ايه؟ انت معدي على جميل كده ومعدي بضاعه هو ايه بقى؟ التشكيلة من كده رقم كده مش الكلام ولا ايه؟ مش هو ده كده عند اسم الشرطة كده أو عند نقطة المراقبة ده كده مش كل ده فوق بعض كل حاجة ايه ده؟ ايه ده؟ ولا ايه الشكلة دي؟ هي شكلة من كده رقم عشان هو يبقى واقف وراه عشان لما يجي حد يضرب عليه الرمل والحاجات هو اللي يمتص ايه؟ ياخد الحاجات تقيلة فانت شويه 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 لما جينا رمل فوق بعض ده مين ده؟ ده البرج يبقى انت اول الطوب شويه الرمل اللي انت عايزه يعني ماشي؟
كفسيولوجي وكأمراض بعد كده يقولوا لا ده مبقاش بارير ده بقى حاجتين. في أمراض متخصصة بالجزء اللي هو إيه؟ الكرياتين اللي هو الانتراسيلولار، وفي جزء خاص بالأمراض بتاعت إيه؟ اللي بنصح اللي هو الجزء الإكسترا إيه؟ ما هو البارير عشان يبقى مظبوط لازم التو كومبارتمنت دول يبقى إيه؟ طب ولما تحصل أمراض كله ممكن تحصل كده وممكن تحصل إيه؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اخد على فكره البارير ده ممكن تسميه استراتم، ممكن تستخدم عن الطبقه، ممكن نقول بيزاليير او استراتم بيزالي، كورنيس كورنيسيلير او كورنيسيلير او استراتم كورني. في ايه؟ هبدا انا اخد الكومبارتمنت اللي جوه اللي هو الاولاني بالطوب اللي هو البروتين اللي هو ايه؟ الكيراتين، وبعدين اخد الجزء ايه؟ عايز اعرف بقى بيتكون ازاي بالظبط؟ وايه العناصر اللي داخله في تكوينه؟ وايه الجينات اللي داخله ايه؟ في تكوينه؟ اصل لو حاجه مكتوبه باظت يعمل ايه؟ مرض. فتعالى بقى نبدا نركز في جزء البروتين، كله اوكسيليان. وانا لازم اربطها بحاجه كل ذره مكتوب
بس انا مستني جدا ربطها بحاجه شبه متماسكه. عارفين ايه الحاجه دي؟ تبص من كده تلاقي في ماده كده بتملى الفراغات كده وتلاقي سمك كده. عارف الماده اللي اسمها ايه؟ تسمعوا عنها كتير في المؤتمرات والمحاضرات، اسمها فيلاجرين. اسمها فيلاجرين. يبقى ايه فيلاجرين؟ فهمناه النهارده. الفيلاجرين ده بروتين، هو بروتين برضه اللي بيلزق ايه؟ لو بصيت في الصوره اللي انا راسمها الكراتين انترميديت فيلمنت لونها اخضر صح؟ في منها ماده كده بني كده نقط كده دي عباره عن ايه دي؟ انت عارف يا قفوش ليه سموها فيلاجرين؟ فيلاجرين دي اختصار فيلمنت اجريجيتنج بروتين. يعني البروتين اللي بيأجريجيت الفيلمنت مع بعض اللي بيربطها مع بعض. فهم خدوا كام حرف كده؟ فيلاجرين اللي هي دي معناها فيلمنت اجريجيتنج ايه؟ طبعا اللي بيكتب الكلام ده كله بيتفاجئ ان مكتوب عليه كده، يقول لي انت ما كتبت وتعبت نفسي. بس اكتب اكتب عشان نفسيتك يعني. تشوه تشوه الكتاب. يبقى خلاص؟ يبقى ايه يبقى ايه اول مكونين نعملهم عشان نعمل الباريال؟ نجيب الكلام ده كامل نرصها ونظبطها كده، وتقصقصيها كده وتظبطيها كده، وبعدين نربطها بايه؟ هو اختصار الكلام ده هنرجع كده للستات تاني، الستات لهم شويه ظواهر مهمه جدا في الجنة. يعني من ضمن الظواهر زي ما قلنا انها تشيل حاجه ما تستخدمهاش. لو ما تقعدش تدوس فكر كده يعني مثلا هي تقعد تفكر طب انا مش بستخدمها يبقى ما جبتهاش، طب انا جبتها بستخدمها، تقول لك لا انا هجيبها ومش هستخدمها. يعني انت حر بقى يعني تفكر في الحكايه دي. بس دي موضوع. في حاجه ثانيه بقى برضه الست كده بعد ما ايه خلت بنت كده مثلا عندها ست شهور تطلع عليها ظاهره معينه الست دي يا ام تقول انا هبدا اجهز البنت مثلا كل ما تروح الشغل ولا تقبض ولا تعمل جمعيه تروح مشتريه مثلا ايه؟ طقم كوبايات نصف حاجه عامله ايه بقى؟ هي يعني بنتها على ست شهور لا تعمل ايه بقى؟ مين عارف تعمل ايه؟ تروح جايبها من الكرتونه بتاعتها تدخل اوضه تقفل على نفسها يا ماما يا ماما انا مش عارف تعمل ايه؟ تحطها ايه؟ تحطها في كرتونه تانيه ولا تحطها في كيس مثلا تحطها كيس كده تحطها مش عارف تتبسط وتحطها في كيس تاني وتحطها في كيس وبعدين تروح لها مثلا يا محمد تحطها فوق ايه؟ كيس سنين ولا فوق الدولاب كده فوق الدولاب وبعدين تروح حاطط عليها ايه؟ مشمع ومشمع حاطط عليها ايه؟ خلاص برضه انا ليه بقول كده؟ ده بيحصل في الجسم برضه.
البتاع اللي هو ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ ده سيل ميمبرين صح؟ ده الميمبرين بتاع الخلايا. ركز معايا، الميمبرين ده ضعيف جدا، حاجه ليمت باي لير ترعيها صح؟ وانت عايز فوق تبقى البارير ايه؟ قوي. فانت خليت نفسك قوي من جوه. قوي من جوه ايه يعني؟ قوي من جوه جبت اللي رتبتهم وربطتهم وكده. وبرده على فكره انت لو فتحت الكرتونه دي تلاقيهم برده هم عاملين جايبين حاجات كده، حاطين جنبهم ورق وقش، وجايبين عيل صغير حاطينه جوه، يعني هو يحط حاجات كده اللي هو الفلاكرين عشان تبقى ماسكه من جوه. وبعدين من بره بقى في 900 طبق، 900 في الاخر تلاقي مثلا معلقه ولا حاجه في الكرتونه دي. المهم يعني فاحنا بنعمل ايه؟ جسمنا بيحاول يدخلها الكميه بتاعتي بتاعت السيل ميمبرين عشان تتحول من حاجه اسمها سيل ميمبرين لحاجه تقراها في الكتب اسمها كورنيفايد انفلوب. شوف كورنيفايد يعني ايه؟ تعرف ذاتها كورنيفايد. انفلوب يعني ايه انفلوب بقى؟ غلاف. يعني هو اتحول من ميمبرين عادي لايه؟ لغلاف. احنا عرفنا الست بتعمل كده ازاي؟ الجسم بقى بيعمل كده ازاي؟ بص بيعمل ازاي الجسم؟ هو ايه اللي جوه ده؟ ده السيتوبلازم صح؟ افهمونا يا جماعه الكلام ده خطير جدا. بعد ما نفهمه انا اوعدك ان في مثلا حوالي 100 صفحه صور للسيتوبلازم ولا حاجه هتفهموا هم خلصوا ازاي كده. مش ده سيتوبلازم مليان بروتينات؟ في بروتينات كده كده بتتخلق الخليه وهي طالعه بروتين اللي هو سيتوبلازم. والسيتوبلازم ده فيه بروتينات. الجسم يعمل ايه يا جماعه؟ ياخد البروتينات اللي في السيتوبلازم دي يعمل لها ظاهره كده في الكيمياء اسمها كروس لينكينج ويز ذا سيل ميمبرين. يعني ده ايه؟ يعني ياخد بصوا يعني دايما بقول اشهر تمثيل واحنا قاعدين كده، لو ده السيل ايه؟ اللي هو الكورنيوسايت صح؟ مين اللي جوه ده؟ الكيراتين والفلاجرين. ودي الحيطه اللي اسمها ايه الحيطه دي؟ هي السيل ميمبرين. انا عايز اخليها قويه تخينه، فناخد البروتينات اللي هي مش الكيراتين ولا الفلاجرين، بروتينات ثانيه اخدها الزقها على الحيط اخليها تمسك في الميمبرين. مش تخطر ان انا في الميمبرين ماسك فيه بروتينات وكربوهيدرات حتى يسموها جلايكو ليبيد وجلايكو ايه؟ بروتين. فالمود اللي بعمله ناخد بروتين من ده اروح ملزقه في الميمبرين من جوه، واخد بروتين الزقه من جوه، وهكذا وهكذا وهكذا، اقعد الزق بروتينات بروتينات بروتينات. الظاهره دي كيميائيا اسمها ايه؟ ده كروس لينكينج. كروس لينكينج يعني بروتين ببعض. ودول بروتين ايه بقى لو حد شاطر؟ ايه؟ لا بلاش البساطه بتاعت حسن دي، حسن ده لسه بعدين. نربط حاجتين، نربط لا نربط السيتوبلازميك بروتينز بتاعت الكورنيوسايت مع السيل بتاعت ايه؟ السيل ميمبرين مش السيل بول. السيل ميمبرين. الهدف ايه؟ ان تتحول من حاجه ثين وضعيفه لحاجه ثيك وقويه اسمها كورنيوسايت ايه؟ مين اللي بيعمل كده؟ ده في انزيم فظيع اسمه ترانس جلوتامينيز نمبر 1. اسمه ترانس جلوتامينيز نمبر 1. هو السيل ميمبرين ليبيد. ايه؟ السيل ميمبرين ليبيد. ايه؟ السيل ميمبرين ليبيد. اه ده زمان ليبيد فوسفو ليبيد. ها؟ انت فاهم الكلام ده؟ فانا حتى الان عشان اعمل الجزء اللي جوه طلع ايه؟ جبت كيراتين وربطته بحاجه اسمها ايه؟ فلاجل. وبعدين راح مدخل الجدار كده من جوه بايه؟ بالبروتينات بانزيم اسمه ترانس جلوتامينيز 1 في ظاهره كده او عمليه اسمها كروس ايه؟ قول له طب استني تعالى يا دكتور احنا الاستلاف الكورنيا بقى مش اللي انا بقى عليك وسيبك كده لو انا بصيت تحت هذه الخليه الطبقه بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها جرانيولر سيلير صح؟ هيثم هيثم من عمان من سلطنه عمان. بص هنا يا هيثم انا بحب جدا عمان دي بلد كده تحس ان مالهاش دعوه بالدين. اه كل البلاد الثانيه يا معلم حد يا بتتخانق مع حد يا بتتخانق مع نفسها يا بتطلع تشكو يا بتطلع حاجات كده. عمان ده انا رهبه بقى مالهاش دعوه. بعدين الدنيا تضرب تقلب واحد يطلع بقيه مع ده ولا اي حاجه خالص. لو صراحه انا محتاج جدا تجاري صح ولا مش صح؟ الدوله الوحيده بركز فيها كده بالراحه. ده مثلا الكويت بتطلع تطلع تقول كلمه هنا كلمه هنا يقول لك مش كده الناس مش كده اسمها واحد مع امريكا واحد مع روسيا واحد مع تركيا. بعدين يقول لك انا رايي كذا انا مش رايي كذا. فكر فيها كده من زمان والله ما
من زمان ما بنتكلم عن كده. هي اللي تشد تبني مش ده لما تشوف ولا مش شرط ولا بسيطه جدا والله. انا لو قلت لك يا سلام انا مبسوط بصراحه من عمان يعني. ان شاء الله انا هاجر اروح اعرف اقعد على خير اي حاجه. شوف دينا تقول دينا ولا كله يتكلم بقى فكروا معاك الجوز عامل ايه مش ملاش دعوه. طب قطع طب مش عارف ايه ولا اي حاجه خالص. انا بحب عمان كده انا عايز اتخرج عشان كده بقى انا عايز اركز معاك ركز معاك. هي اسمها جرانيولر لير ليه يا ترى؟ عشان فيها بص كده تلاقي جرانيول جرانيول. ربنا يحميكم بصراحه ما اعرفش بره عليك يعني بس انا من زمان وانا لاحظت الظاهره دي مبسوط منها وانت تسمع لهم يحس بيها. بص بقى تفتح التلفزيون العماني برضه القناه ده بس كده المناظر الطبيعيه لو حد حاول يوصل ولا بروباجندا ولا اي حاجه. اه والله العظيم لو حد جاب المناظر الطبيعيه والموسيقى كده والله يعني بحاول اجيبها كده ايه بنتكلم كده بالراحه مع بعض كده او احنا وساكتين بقى كيف بقى القنوات الثانيه تلاقي حاجات تطلع من الشاشه. ف ليه سموها كده؟ لان في جرانيول جوه كده اسمها كيراتو هايلاين جرانيول. مالها بقى كيراتو هايلاين جرانيول؟ قول لا خد بالك الكيراتو هايلاين جرانيول هي جرانيول من هنا ب 60 ميله. ممكن اسالك سؤال الكيراتين جاي منين اللي احنا هنربطه ده؟ قول له يا ابني الخليه اسمها كيراتينوسايت من اول البيزا وانت عندك كيراتين. ده هو اصلا اللي بيدرمس ده اسمه كيراتينوسايت دي الخليه بتاعت الكيراتين. قول له طب خلاص ماشي معلش هي كده كده دي اللي بتكون كيراتين. طب الفلاجلين نجيبه منين السمك؟ قال لك الفلاجلين اهو بيتكون فين ها؟ الكيراتو هايلاين ايه؟ في صوره اوليه اسمها برو فلاجلين. واللي انا خدت زمان ان في حاجه اسمها برو بتتحول للاكتيف فورم زي برو انسولين بيتحول لانسولين. فاذا الكيراتو هايلاين جلانيول مهمه لانها تحتوي كل ده مكتوب محدش يكتبه تحتوي على البريكيرسر بتاع مين؟ شوف بقى سبحان الله هو ربنا حطها هنا ليه؟ بص هو يتكون يتحول يخش على هنا على طول عشان يبقى لسه طازه مش تجيبه بقى من البيزا لتحت حد فاهم حاجه؟ يبقى هي ده مين يقول لك كده؟ ليه سميناها جرانيولار سيلير؟ اسمها ايه جرانيول دي؟ اسمها كيراتو جرانيول. بتعمل ايه؟ بتصنع البروفلاكرين لايه؟ معنى كده ان المكونات دي في كده في الانترميديت سيلكت وعرفنا ايه هو والفلاجن والكوليفايد بيبر والترانسفورت الميزون اللي بيعمله والكلاتو هايلاين جرانيول ستارز والبرو فلاجن اللي جواه. خد بالك انا ليه بعيد كده على جنب كده بس انت فهمني انت بعد كده اي مرض في البارير يقول لك انت افكتف حاجه من دول صح ولا مش صح؟ انت بقى هو متوقع منك يقول لك انت افكتف كذا فتقول هو دي كذا بتاعت كذا فحصل كذا فما حصلش فاهمين؟ ده المرض بقى اتفهم. فانا عايز احفظك وافهمك مكونات البارير لان كل مكون من دول هيطلع منه ايه؟ مرض. طيب معلومه ثانيه احنا كده نحس ان احنا خلصنا الى حد كبير الجزء بتاع البروتينات. انت عايز كيراتين فيلامنت جبناه ربطناها بالفلاجلين اللي هو جاي من البروفلاجلين اللي هو جاي من الكيراتو هايلاين جرانيول من الستم جرانيولوزا. عايز تدخل الدولار خدنا الخلايا دي وربطناها بالفيتامينات انا كده زي الفل كده البروتين خدت مني الجزء الكومبارتمنت بتاع البروتين زي ايه؟ نيجي بقى للكومبارتمنت التاني اللي اسمه ايه؟ اللي هو الاكسترا سيلولار صح؟ اللي هو الانتر اللي هو بره الخلايا او بين الخلايا. اولا لو انت بصيت كده هتلاقي لي رسمه كده ممكن تكون بصوا يعني مثلا دي خليه اهو كورتيفاي ودي خليه ثانيه ايه؟ لما اكون بصوا على الليمت اللي جوه يا جماعه لو ازاي بقى؟ لو عامل كده لو مالتيبل لايرز محوطه الخلايا دي هشوف الصوره مين بص على الصوره اللي في صفحه 9 انا لازم الاثنين دول كده كمثال ومش مكملها للاخر انا قصدي ايه؟ عامله الكنافه انا معايا كتاب بتاع الكنافه كده كنافه بروفيشنال تلاقيه قاعد يعمل ايه؟ كده صح؟ كده كده نفس الكلام مش كده حتى بيسموها ليميت لاميلي ليميت ايه؟ يعني ايه لاميلي؟ لايرز يعني هم شويه خلاص لا دي طبقات من الدهون محوطه ايه؟ الخليه. الهدف منها انها تقفل
السبيس ده وما تخليش حاجه ايه حاجه تعب حاجه ايه تعب. فبص بص اللي في كده هتسال نفسك سؤال جاي من ايه ورايحه فين والكل ده كله احنا عرفنا الجزء ال 30 جاي منين. قول له بقى مين فاكر اسم ايه الخليه دي؟ انت فهمت كل حاجه بنسمعها ليه سموها لامين الاربعه دي؟ انت عبد اللامين هي الليبت لامين. هو عايز يقول لك ايه؟ ده دي اللي بتكون من جواها الليبت او الليبت بالكنسر بقى خليك ذكي. يعني عندنا القاعده بالكنسر يتحول البروف الاخير يتحول للنجري هنا هيبقى عندنا بالكنسر الليبت يتحول لايه؟ هم سموها اسمين للاسف سموها لامين الاربعه ودي من ضمن المكونات والمقادير المطلوبه صح؟ او سموها اودلاند بادي. اودلاند يعني اسم الشخص ايه؟ متوصف. يبقى انا دلوقتي لما بنسال مين كده حسن الجرانيوم اللي هي سموها جرانيوم اللي هي حسن الجرانيوم كم نوع من الجرانيوم؟ اثنين. واحده اسمها واحده اسمها لابيلا بادي. تسال نفسك كده بالليل والدنيا ضلمه كده وانت قاعد في السرير كده باصص في السقف ليه نوعين من الجرانيوم؟ عشان يبقى ده بتاع ده مش بس تحسن كده. هو الكلام كله سهل جدا وبسيط والامور ماشيه لوجيك وكل حاجه تمام. انت لو كان عندك سبع كومبارتمنت في البارير سبعه جرانيوم لو هو حاجه واحده يبقى حاجه واحده. لكن انا عشان عندي حاجتين مختلفين عن بعض تماما لازم سيستم يتعامل مع ده وسيستم يتعامل مع ايه؟ مع ده. احنا قلنا ان البروتين الفلاجلين بيجي صورتي سيميلاجلين. طب الليبت بقى ايه هي الليبت؟ محدش جاب سيرة الكلاس وايه البريكرسات بتاعها اللي هو بيطلع من مين؟ يقول لا استناني بقى لاني مع الالم ومع الندم كده نقلب الصف كده ونتفاجئ ايه بقى الليبت للاسف مش نوع واحد. يعني البروتينات كان في حاجه اسمها كيراتين وخلصنا منه وفلاجن. قال لك انا عندي ثلاث انواع من الليبت موجودين فين يا هيثم؟ في الانترستيلر سبيس او الاكسترا سبيس من الخلايا. ثلاث انواع تسمعوا عنهم في المحاضرات والمؤتمرات كده. يقول لك في حاجه بالترتيب. انا ليه بقول لك؟ لان الباريال سبيس في ثلاثه
وبنسب محسوبه. بنسب ايه؟ كسره. النسب دي بتحسب ازاي؟ عشان ده بنحسبها. النسب دي انت ممكن تحسبها موليكيولار ريشيو. يعني ايه موليكيولار ريشيو؟ عدد الجزيئات. وجدوا حاجه غريبه جدا، الموليكيولار ريشيو 1 تو 1 تو 1. يعني 1 تو 1 تو 1؟ يعني مش مهم بقى واحد بسرعه واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين كده. يعني عدد الجزيئات ايه؟ متساوي. بس خليك ساكت، كوزن وكحجم هيفرق. لان انت السيراميد لوحده يقول لك كويت يمثل 50 60%، طبعا انه كبير. والكوليسترول 30 20%، والفريفاتي اسيد 10 20%. علشان كده ايه؟ هو في طريقتين للتعبير عن نفس الحاجه. لو انت مريت لنا الجزيئات كل لك جزيء من ده وجزيء من ده وجزيء من ده. لكن كاوزان زي ما انت شايف كده مكتوب برضه 50 30 20 رفلي كده. او كمساحه مثلا؟ يعني نفس مساحه من الجلد اللي فيها السيراميد واخد مساحه اكبر من القياس الاكبر في السن؟ بصوا بصوا دي اسمها ايه؟
لاميلا البدر. لو سمعت تاني هي مليانه البوليكابسه بتاعت مين؟ نبتدي بقى الانزيمات طق 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 تحولها لمين؟ نبتدي مثلا الكوليسترول السلفاتيس يحول الكوليسترول سلفيت. الكوليسترول كل ده تمام؟ كل ده مش تمام بقى لان دي مشكله اصلا. الخليه دي هي بتتحول، هي بتتحول لكورديا. الفلاجن هيبقى جواها صح؟ وهيشتغل جواها. طب دي لما تتحول يبقى الليبيد ايه؟ انا مش عايزه جواها، عايزه يطلع ايه؟ علشان كده يقول لك ايه؟ برجاء الصحصحه انا عندي كراتو هالاين جرانيول ها؟ لاميلر بايز. دي بتقارن بينها بسميه العامه كده. قول له دي بتطلع بروتينات اسمها بروفلاجن ودي مسؤوله عن الليبيد. دي بتشتغل جوه الخليه انتراسيلولار. دي لازم تطلع بره تشتغل ايه؟ اكسترا سيلولار صح؟ او انترسيل. قول له طب استنى، طب ما انت عملت لنا مشكله هنا. ازاي تطلع بره؟ بالظبط كده. تيجي بقى مشكله. يبقى انا دلوقتي عايز ادرس ازاي تطلع بره. قال لك انتوا خدتوا زمان ان انا علشان اخرج حاجه ادخل حاجه بتاعتي. بين الصوديوم والبوتاسيوم اكسيتشينج. دخل صوديوم طلع مش عارف ده. في حاجه غريبه جدا وربنا يهدى ولا هنمسح كل ده خالص عدا المهندل دي صح؟ في مهندل كتير ولا نمسح برضه مش هتنساها؟ وشوف ده افتكرت منها قد ايه؟ بص تيجي بقى كروس لينكينج مع السيل ميمبرين عشان ينفذ
بنخلي الأطراف زي الكرتونة بتاعت الكوبايات صح كده؟ وبعدين أجيب لاميلا باديس أو قلنا إن إيه؟ باديس فيها إنفيرسلز عشان تعمل ثلاث أنواع من الجذور نسبة الجزيئات واحد لواحد لواحد ونسبة الأوزان 50-20 رفلي. ودي مطلوب بعد كده حاجة مهمة جدا اسمها إيه؟ ABC 12 عشان يبدأ تخرج كويس. اوعى تنسى الكوليسترول السلفاتيز عشان ده مهم جدا في ايه؟ في الكوليسترول السلفيت علشان يعمل الكوليسترول. اللي انا قلته ده اكيد اللي انا قلته ده اسمه المقادير بتاعت ايه؟ بتاعت الباقي. هاتوا منك بس ثلاث صغيرة تقفل الصفحة كده تقفل الصفحة وتجيب صفحة 12. ايه اللي موجود في الصفحه دي؟ هو الاستادي دي قاعد تبص عليها 200 دقيقه وتقول لي ايه اللي انا عامله بعد كده؟ اقرا كلها دي عشان تبتدي الفراغات كده. مين بقى اللي
بيكسر دم اسمه بروتيز، والبروتيز ده يخليه فوق فيقع عليه القشره. السؤال بقى، احنا ما عندناش مشكله في البروتيز والحركه، هي بس المشكله انت البروتيز ياخد قرار انه يكسر الدم، صح؟ المفروض يكسره في وقت مظبوط لما تقدر تكون الثانيه الجديده جت، صح ولا مش صح؟ فالفك دي وايه؟ لان انا لو فكيت بدري فانا الدنيا بتتكون، اذا في لحظه في ديفكت بارير، في اريا في نيوتن اريا، صح؟ طب لو اتاخر شويه كده ونسي نفسه، يبقى هو بقى اهم حاجه في البروتيز ده امتى يشتغل، ما يوقعش طبقه الا لما يكون جه بدلها من تحت، ويا ريت ما يتاخرش برضه عشان ما يتراكمش. حلو؟ نيجي نسال نفسنا سؤال بقى، ازاي ده بيحصل جوه جسمنا؟ ازاي نعمل كنترول مظبوط لتوقيت شغل ايه؟ بص في رسمه عبقريه عندك كده، رسمه لطيفه جدا، هي 2 4، انا رسمها من تحت لفوق، في مربع كده مكتوب فيه كوليسترول وسلفيت، تمام؟ بيتحول لايه؟ كوليسترول. انا ليه بدأ من تحت لفوق كده؟ ده طبيعي، هي تبقى تحت في الجرانولا وصولة الكوليسترول ايه؟ لما توصل لفوق تتحول ايه؟ الانزيم اللي هو اسمه ايه؟ كوليسترول سلفاتيز. حلو قوي. هسأل سؤال بسيط جدا، لو انا خدت حته في البارير كده فوق او تحت او ايه؟ وعملت مقارنه بالنسبه للكوليسترول والكوليسترول سلفيت، يعني مين الاقرب؟ عندك فكره عن ايه؟ السؤال تاني، ممكن السؤال سهل، مش هتفضل كل الناس بدل ايه؟ انا خدت ليه كده ودرست فيها نسبه الكوليسترول مقرر يعني اكثر 50 50 ولا 90% كوليسترول ولا 10% سلفيت ولا 190، يعني بدل تدينا فكره ايه؟ تدينا فكره عن الماتيوريتي، يعني ايه عن الماتيوريتي؟ لو انا مثلا بصيت في ليه كده ولقيتها 90% كوليسترول سلفيت، 90% كوليسترول سلفيت و10% بس كوليسترول، يبقى لسه يبني، لسه ده كله ده يتحول عشان يبقى ماتيوري. طب ليه بصيت في حته لقيتها 90% كوليسترول و10% بس كوليسترول صافيه؟ وده ده كله اتحول، ده بقى ماتيور بقى، صح؟ عشان كده لقيتنا عشان ايه هو اللي لسه خلاص من اول ايه تحكي؟ الاول البارير ولا الاول الدوميننت ولا السيستم؟ بص على الرسم، بص على الرسم، بص على الرسم، بص على الرسم، محدش يبص، لو بقول لك بص هنا تبص في الرسم، طب بص كده، مش تحت في حاجه اسمها كوليسترول سلفيت، تحول الكوليسترول لانزيم اسمه تروفيس، لا رد عليا بقى، انت تبع الليبن بالكرسر اللي هي في اللافندا البن كده، دي مفهومه ولا مش مفهومه؟ واحنا عاملينها بالعكس ليه من تحت لفوق كده؟ هو ده اللي بيحصل، ان في الطبقات السفلى تلاقي لسه كوليسترول كتير، كل ما اطلع فوق فوق عمال يتحول، زي ما بنقول في لجنه من تحت بقى في لجنه، ان الموضوع ماشي من تحت لفوق كده، صح ولا مش صح؟ فانا كنت بقول ايه؟ لو انت بصيت في لير لقيت فيه كوليسترول صرفت كتير ومش كوليسترول نسبه صغيره، دي معناها ايه؟ لسه بقى لسه ما عملناش بارير، لسه المفروض ده يتحول. طب لما انا اطلع فوق 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 الاقي كميه الكوليسترول كترت قوي والكوليسترول صار كتير، معناه ده ماتيور بقى، صح ولا مش صح؟ يعني ده بدري وده ليه؟ ده اما ماتيور وده ايه؟ ده استوى وده لسه ما استواش، صح ولا مش صح؟ بس مثلا ده جدا، يعني انا امتى يا انفوشي ابقى مطمن قوي ان البارير في الحته دي ما شاء الله بقى كومبليت بارير زي الفل؟ لما الاقي نسبه الكوليسترول عاليه والكوليسترول صار فيه ايه؟ قليله، صح؟ لكن انا لو بصيت في حته كده ولقيت كوليسترول كلها كوليسترول صافيه، بقول لا يا ابني ده كده لسه ما عملناش حاجه، اصبر. شوف بقى ايه كلمه السر كلها، ربنا عامل ميكانيزم بسيط جدا. ايه الميكانيزم ده؟ مين يبص على الصوره الناحيه الثانيه؟ قال لك الكوليسترول صافيه ده الناتشرال انهبيتور بتاع البروتيز. قول له ايه ده؟ ما تأثرتش يعني، يعني الكوليسترول سلفيت اللي هو البريكنسر مش كده مهتم بيه، ده خلقة ربنا بيهتم بيه، يعني طول ما هو موجود وادي كسر
عامل انهيبيشن للبروتيز وايه؟ وبالكسره فما ينفعش يشتغل ولا يفك ايه؟ السيستوزوم السيستوزوم عشان كده. فتلاقي الموضوع ماشي اوتوماتيك كده. انا كل ما اطلع فوق ببقى مور ايه؟ مور كوليسترول لس كوليسترول مفيش مشكله لس كوليسترول ايه؟ لس انهيبيشن على مين؟ فيبدا ايه بس؟ هتلاقي التكسير ماشي اوتوماتيك كده. انا كل ما ببقى مور ماتيور معنى كده ان الكوليسترول صفيت عمال ايه؟ معنى كده ان هو هيبدا يشتغل. يعني خلينا اقولها لك الفلاحي كده، خلينا اقولها لك الفلاحي كده. الكوليسترول صفيت كاتم على نفس مين؟ على البروتين، كاتم على نفسه. هو ده يسعى ليه؟ فكل ما يخف الانهبيشن ده يقل فيبدا هو يشتغل. فهو الموضوع مظبوط بالطريقه دي. قول له انت عارف استحاله تلاقي تكسير في الطبقات السفلى من البرجر، ليه؟ لان فيها كوليسترول صرفيت كتير فمش هيعرف يشتغل. انا كل ما اهتم واطلع فوق واطرد لبره الاختفاء وانخفاض مستويات الكوليسترول صرفيت يدي فرصه للبروتيز ان ايه؟ ان يشتغل فيكسر لك الطبقه اللي فوق بس وبعدين يطلع غيرها وهكذا. يعني انا لو فحصت الاسموسوم سيكونيوم تتلاشى وتيجي مكان واحده ثانيه. بس خدي بالك مش كل استاذ كله. انت ما ينفعش الطبقات العليا من الطبقات العليا. ما ينفعش تطلع كده مش الزيتون كله. ايه ده؟ تقول انا غير الزيتون كله؟ ما ينفعش. الطبقات العليا من الزيتون كله. لان الزيتون كله هو مش طبقه، ده في مثلا 20 كولوسات فوق بعض. الشويه اللي فوق دول مخيول قوي فانا واقع احلى. انا ليه غيرهم وهكذا. دكتور يعني الصرفيت يتحول للكوليسترول ده يعني بره اللاملر بادي؟ مش في اللاملر؟ هو بصراحه متشدد يعني الموضوع ده بيتكون في الانتر سيلولار سبيس بيتكون جوه الانتر سيلولار سبيس. بس انا عايز اقول لك تفاصيل قوي مهم. انا عايز حاجه تاني. طب فاضل كلمه بقى، ايه اخبار الكرياتين والفلاجرين والحاجات دي؟ هتقع كده؟ قال لك لا. انتوا عارفين ان اي دبرس او اي حاجه احنا ممكن نعمل لها حاجه اسمها ريسايكلينج. اسمها ايه؟ احنا ممكن بدل ما نرميها كده هو بقول لك حاجه غريبه. الكرياتين بيقع عليها قشره والليبت الماتوريشن بتاعها بيساعد في تفكيك اليوم صح؟ يتبقى الفلاج بتاعك اللي هو كان جاي من ايه؟ شبرا بدل ان الفلاج ده في الطبقات الخارجيه قبل ما الخليه تقع خالص بيتكسر الامينو اسيد. بيتكسر ايه؟ بيقول ايه يعني؟ ما رضاش يتكسر ايه؟ لان اي بروتين بيتكسر ايه؟ الامينو اسيد. وجدوا حاجة غريبة بقى يا سيدي لو ايه؟ الأمينو أسيد اللي بتكون البلاد دي وجدوا لها خسارة غريبة شوية. هي بتبقى بيزك بروتين وعندها هيدروسكوبيك كاركتر حلو أوي. يعني إيه هيدروسكوبيك كاركتر؟ هيبقى هيدروسكوبيك يعني تقدر تمتص المية. هيدروسكوبيك. قول له إيه يعني استفدت إيه؟ قول له أنت مش فاهم حاجة بصراحة. ده هي لو إنها بتتكسر لما تمتص مية تبدا تاخد الميه من الخلايا وتاخد الميه من الدرم صح؟ وحتى لو في هيوميديتي تمتص هي الهيوميديتي دي بحيث تخلي الجلد ماله ها؟ دايما مويست. انا اسال سؤال بسيط جدا، انت كل لحظه عمليه التقشير والتكسير دي بتقع، هل انت الشخص الطبيعي بتحس بكده؟ الطلبه بتحس ولا بتشوف؟ انت شايف جلدك سليم وكويس وسموث. السبب الحكايه دي الامينو اسيد اللي جايه من تكسير ايه؟ لان هي طول ما هي حتى في الطبقات الاخيره اللي بتموت بتموت وهي شاربه ميه. تمام؟ عشان كده سموها ايه؟ سموها ناتشرال موسترايزنج. يعني انت لما بيحصل لك مرض في سكيل ميست تشوف بقى هنوز الدنيا الا اني ايه بقى؟ ما بحسش بحاجه ولا بشوف حاجه ولا بحس اني جدي ناشف ولا بتاع بسبب وجود ايه؟ الامينو اسيد مشترايزنج فاكتور اللي هي ال ام اف زاد عليها مين كمان؟ وانا دايما قلت لكم احنا سميناها كده ليه؟ اسمها وقفي. بص ولا بقى نيفيا ولا فازلين ولا سيراميد من غير اي حاجه، انت جسمك لوحده مش بتعمل له حاجه غلط، عنده قدره ان يعمل مشترايزنج لنفسه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم من الجوانب كلها؟ خد بالك كل هذه المكونات بتاعت البناء بتاع البريه او بتاعت الهدم بتاع البريه
زي السلفاتيز والبروتيز والنتشر مستخدم فاكتور. كل الكلام ده بتحفظه صم وتعرف كل واحده بتاعت ايه، ان بكل بساطه كل مرض هنعمل من امراض الباليه هو ديفكت في حاجه ايه من الحاجات دي. حد فين حاجه ولا محدش ما فهمش حاجه؟ محدش ما فهمش يبقى كله فين؟ حد عنده سؤال؟ محدش يعمل سؤال؟ لا تمام مفيش حاجه. تمام. انا عندي سؤال بس مكتوب بقى. لا اتفضل. الناتشرال موشرايزنج بروتين ده مش فاهم. ما هو الفلاجلين الكاستر. الفلاجلين الكاستر لما وصل السيرفس فوق خالص الفلاجلين ده كاستر وتحول الناتشرال موشرايزنج كده كاستر. عشان الطبقه تقع علينا؟ لا قبل ما تقع. تمام جدا. يبقى المشكله دي انا كده ولا تشيل ولا كده. لا لا المشكله خلاص انت. انا عرفت بصراحه دلوقتي الحمد لله. لا ما خدت بالك هو كده هي كمان ما خدتش بعدها حاجه يعني. بس هو كده خد بالك من حاجه. شوف المره الجايه ايه اللي معايا. هذا بقى هذا بقى 10 ساعات. المره الجايه انا هعمل معلش يا دكتور. هي مجموعة يوم الثلاث قدامها كم حصة وتبدأ من الأول؟ بص ممكن المرة الجاية واللي بعدها عرفت. أنا هبتدي المرة الجاية واللي بعدها يعني تلات يعني لسه اتنين وبعدين التالتة تبقى في الأقل. لو خلصنا المرة الجاية بكتير أوي اللي بعدها يعني مرتين. وأنا هكتب لكم المرة الجاية. هو بكرة إيه؟ الخميس. بكرة مسرين بكرة مسرين أنت مغتربة. مش مغتربة. مش مغتربة.